حبيب قلبي جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتوا طيبين ومع جيجي دايما متجمعين. النهاردة بقى حبيب قلبي الفيديو ده مميز جدا جدا جدا، انا عايزاه يوصل اكبر عدد لايكات فوق ما تتخيلوا، لان بجد الفيديو ده مهم جدا انه يوصل لناس كتير. ليه؟ علشان يعرفوا هيجيبوا ايه ويحضروا ايه، عشان ما حرام ان هم ينزلوا ويروحوا ويجوا ويبقى في حاجات ناقصة. يعني ده من احب الفيديوهات لقلبي، ان انا قبل ما اشتغل اي حاجة لازم اكون محضراها كويس قوي، ويكون معايا ورقة وقلم واكتب كل حاجة عشان اعرف ايه النواقص اللي هتكون ناقصة معايا في الكحك والبسكوت. وهنبتدي مع بعض ان شاء الله بدري بناء على طلباتكم زي ما انتوا قلتوا. هنعرف ايه نوع الزبدة اللي انا هستعمله النهاردة، هنعرف ايه الحاجات اللي احنا هنستعملها كمان، والادوات اللي لازم تكون معمولة عشان ما توقفكيش عند حاجة، وايه احسن حاجة وايه الحاجات اللي نبعد عنها. حطوا بقى لايك ويلا بينا نقول بسم الله وندخل على الفيديو. دلوقتي هنقول مع بعض كده بسم الله ايه اهم حاجه في الموضوع كله. اهم حاجه الدقيق، تمام؟ طيب الدقيق يا جماعه، انا قلت قبل كده كل سنه بقول انا بستعمل نوع معين واحد من الدقيق، هو ده اللي بينفع وبينجح معاكي الكحك والبسكوت، ما بيشربش سمنه، ما بينطرش السمنه، بيلم معاكي، بيخلي كل حاجه تبقى مظبوطه. انا بستعمل دقيق ايه؟ انا بستعمل دقيق سايب مش اكياس، بستعمل دقيق، دوري كده في السوق شويه هتتعبي شويه بس هتلاقيه، دقيق مكتوب على الشكاره بتاعت الدقيق مكتوب 5 نجوم، تمام؟ الكيلو منها ب 10 جنيه سايب، الكيلو سايب ب 10 جنيه 5 نجوم. ناس هتقول لي ما بنلاقيش غير الاهرام، الاهرام ما ينفعش. عايزه تشتري دقيق كويس، روحي بقى السوبر ماركت اشتري الضحى، او تشتري اللي هو مكتوب عليه للبسكوت اللي هو دقيق فاخر، يكون مكتوب عليه فاخر، وهتلاقيه الكيس معدي 10 جنيه برضو، تمام؟ هو ده اللي هنشتغل بيه. اي دقيق بقى تلاقيه ب6 ب7 مش عارفه ايه، عليه عروض، الكلام ده كله لا يصلح، هيبوظ معاكي العجين. فاول حاجه انا جبت 5 كيلو من دقيق الخمس نجوم، تمام؟ جبته منين؟ جبناه من عند باب البحر، طبعا دخنا عليه قبل ما لقيناه، عند محل اسمه العوامه، تمام؟ يعني ممكن تدخلي بقى باب البحر وتسالي على محل العوام ده، باب البحر هتلاقيه هو اللي عنده بيبيع الخمس نجوم ده. كده اول حاجه معانا الدقيق، كيلو ب10 جنيه، بنأكد تاني على السعر. الزبده السنه دي هنشتغل بزبده المصريين، عجبتني جدا جدا وهايله، ولما بتبقى الزبده مظبوطه يا جماعه بتفرق معاكي كتير جدا جدا. الزبده مظبوطه في ايه؟ اولا زبده بلدي مش هتحمي على الصدر، مش هتتعبك مهما كلتي، مش هتتعب اي حاجه، وخفيفه وسعرها كمان كويس جدا جدا. احنا كنا قلنا على سعرها في كذا فيديو قبل كده، انا بعت جبت، هي ملهاش مكان معين بجيبها اونلاين، تمام؟ بعت جبت 5 كيلو زبده صفرة، تمام؟ اهي، وجبت 5 كيلو زبده جاموسي اللي هي بقري، جبت 5 كيلو زبده بقري اهي، و5 كيلو من تحت زبده جاموسي في كرتونه واحده. للتواصل للناس اللي هتبقى عايزه رقم التليفون، ده رقم التليفون اللي انا بتصل بيه بتجيلي على طول فيه اهو، 031615-2288، اسمه علي، تمام؟ ده اللي بتواصل معاه على طول، واللينك بتاع الصفحه بتاعتهم زبده المصريين طبعا معروفه جدا جدا. هشتغل منها البوتيفور، وهشتغل منها الكحك، وهشتغل منها البسكوت، وهنشتغل منها كل حاجه مع بعض، وهنشوف كمان يعني لما نيجي نشتغل هنشوف كده فعاليتها هتطلع معانا الحاجه عامله ازاي. كل حاجه هتعجبكم النهارده من الحاجات اللي ايه بنحضرها. السعر بتاعها كام؟ كنت انا قلت لكم قبل كده البقري ب 65 جنيه والزبده الجاموسي ب 75 جنيه الكيلو، تمام؟ طبعا بتبقى بارقام تانيه بس انا جربتها وعن ثقه عجبتني جدا، عشان كده لما جيت اعمل الكحك والبسكويت قلت انا هشتغل منها على طول. التوصيل اي حته في القاهره ب 35 جنيه وعندهم شحن محافظات وكل حاجه، تمام؟ بس تعالوا نشوف جبنا ايه تاني بقى على التقيل، ونجيب ورقه وقلم ونكتب ورا بعض كده. جبت 3 كيلو سكر بودره، تمام؟ اهو سكر بودره هتحتاجيه عشان نعمل منه البوتيفور ونعمل منه البسكويت، هنحتاج سكر بودره. انا جبت 3 كيلو، كيلو المطحون كده جاهز ب10 جنيه، بدل ما بوظي خلاط ب 300 400 جنيه ملهاش لازمه، نشتروا مطحون احسن، تمام؟ طيب محضرين معانا ايه كمان؟ محضره معايا جوزة الهند علشان هنزوق بيها، تمام؟ هنزوق بيها عشان الحاجات بقى اللي نزوق بيها البوتيفور تبقى جاهزه عندك، تبقي عارفه هنزوق بايه.
جبت جوز الهند طبعا عندنا من رمضان جوز الهند. عايزه كمان اقول لكم الاول على حاجات التزويق كلها مره واحده، وده فارماسيل تمام، وده كده هو جبت برضو دي شوكولاته كريسبي، هنشوف برضو هنزوق بيها ايه. وجبت كمان للتزويق عندي الفستق الكداب اللي احنا كنا عاملينه من السوداني، هنزوق منه برضو البيتي فور. للتزويق كمان عندي كان في التلاجة ده اسمه ايه والله نسيت اسمه، كريز احمر وكريز اخضر، دول كانوا في التلاجة تمام، طلعتهم عشان ازوق بيهم. عايزين ايه كمان للتزويق اكتبوا ورايا وانتي شوفي انتي هتحتاجي ايه. جبت شوكولاته سما، جبت 2 عشان نسيحها برضو للبيتي فور، جبت 2 اللي هي الشوكولاته الغامقه، وجبت 2 شوكولاته بيضه، الواحده البيضه ب10 والبيضه ب15 والسودا ب10 تمام. جبت ايه كمان، محضرين ايه معانا، محضرين بيكنج باودر، الاضافات بقى اللي هنحتاجها، عايزين سمسم محمص، عايزين سمسم ني عشان فوق الوش عشان هنعمل منين برضو. والمنين برضو بحط له القرص، بصوا القرص والمنين بحط لهم، ركزوا معايا كده اهو، بحط شمر وبحط ينسون وهحط كمان معاهم، هو فين الشمر، استنى اهو بصوا شمر اهو ده شكله شمر وينسون، وبحط معاهم واحدة ينسون نجمة او 2، ده اليانسون النجمة بيدي طعم مميز قوي، بس طبعا بديهم تحميصة كده اهو، بعد كده بضربهم في الخلاط ويبقوا جاهزين عندي يعني تمام، يعني في المطحنة علشان يبقوا بودرة كده، وما نزودش كتير عشان ما يغمقش معاك القرصاية. جبت كمان عجوة اهي، جبت نص ونص، ده كده قالب كده على بعضه ب 12 جنيه، 400 جرام ده التمر مطحون، وده برضو نص كيلو، ده برضو الكيلو ده كيلو يعني ده 400 جرام، ده انا كنت جايباه ده كان عندي من قبل رمضان، انما ده اللي اشتريته هكمل عليه عشان هعمل لكم كمان ان شاء الله المعمول تمام، فهنحتاج تمر برضو للمعمول غير كمان القرص. هنحتاج كاكاو خام تمام، الكاكاو الخام ده غير محلى علشان نعمل منه برضو البيتي فور ونعمل منه بسكويت. هنحتاج نشا، وانا بحط في كل حاجة بتاعتي بحط فيها نشا، ومحدش يقول لي بتحطي نشا ليه، والنشا بتنشف، النشا ما بتنشفش، هي اللي بتديني النعومة وبتخلي معايا الدقيق بتاعي ناعم جدا جدا وفاخر اكتر واكتر. عندي كمان من النكهات بقى اللي هنستعملها مع بعض النهارده، نكهاتنا هتكون دي بودره جوز الهند تمام، هستعملها عشان هعمل شويه بسكوت بجوز الهند، هعمل بسكوت بالبرتقال ودي نكهه البرتقال. عايزه اقول لكم ان انا هعمل لكم بسكوت بالقمع، وهعمل بسكوت بالمكنه، اللي يحب بقى يشوف الفيديو ده والفيديو ده عشان ان شاء الله هعمل لكم ايه من كل حاجه. ودي نكهه الزبده الصفراء تمام، احنا معانا زبده بس لو عايزه تعلي اكتر، يعني هي كانت عندي فقلت برضه احطها من ضمن الحاجه، يعني اللي مش عايز يجيب زبده يشتغل معانا بسمنه عادي خالص، بس هيزود البيكنج باودر شويه علشان يرفع، لان الزبده بيبقى جواها ميه، الميه دي لما تيجي تتبخر بترفع معاكي العجين جوه الفرن تمام، فهنزود سنه كده البيكنج باودر لما نيجي نشتغل على الاضافات، ونقلل في السمنه شويه، هتشيلي منها على طول اي بقى كميه هنقول عليها من الزبده هتشيلي منها، يعني مثلا لو قلنا كيلو زبده هتشيلي ربع كيلو زبده تمام، يبقى هتحطي قصدي كيلو الا ربع سمنه. طبعا كل ده هنقوله مع بعض. فانيليا، دي فانيليا سايبه اهي تمام، طبعا علشان هنستعملها ما تنسيش تجيبي بيض اهو، جايبه كمان البيض علشان هنعمل منه البسكويت والبيتي فور. هنحتاج كمان حليب لبن، اكتبي ورايا، هنحتاج كيلو برضو من اللبن الحليب خليكي كاتباه. هنحتاج ملح اهو حطاه برضو عشان نحط برضو سنة كده اهو. هحتاج لبن بودرة، هحتاج كمان دقيق سومولينا اللي هو دقيق البسبوسة السايب، دقيق البسبوسة السايب، مش حدش يجيب لي كيس بسبوسة وياخد لي منه معلقتين، عايزة يجيب حتى تمن تمام، احنا هناخد معلقتين 2 عشان هنعمل الكحك اللي هو بتاع اتسبس، وهنعمل الكحك اللي هو البلدي بتاعنا، فاللي هو بتاع بره اللي بتعمل زي البسكوتات بنحط له دقيق سميد تمام، دقيق سميد او دقيق بسبوسه، ولبن البودره بحط منه بيديني كمان نعومه حلوه قوي. جبنا كمان ملبن تمام اهو، كيلو الملبن بكام، كيلو الملبن من باب البحر ب 16 جنيه تمام، نص كيلو ب 8 جنيه. جبت كمان يا جماعه محلب، بصوا عايزه اوريكم
ده محلب، ده شكل المحلب عامل زي البذر كده، تمام. وده شكله بعد ما بيتطحن، انا هستعمله مطحون، بس انا قلت اوريكم شكله. وكل دول كده اهو، يعني ده كان قد ده، بس انا طحنت شويه. كل ده ب5 جنيه يعني، تمام. بس انا خدت منه حبه كمان وطحنته، انا هستعمله مطحون. بصوا بقى، بنستعمل ايه كمان؟ بنستعمل خميره، دي انا هستعمل خميره فوريه، تمام. لو حابه تستعملي خميره بيره مفيش مشكله. مع الملبن هحشي عين جمل للي يحب برضو في الكحك. جبت دول كده اهو، حبه كده صغيرين من الخرز اللي هو بيتعمل منه، او اللولي اللي بيتعمل منه الغريبه، تمام. جبت كمان الوان جل عشان هنلون معانا شويه حاجات، هوريكم هنعمل كذا فيديو ان شاء الله باذن الله، هنعمل حاجات حلوه قوي ان شاء الله هتعجبكم قوي. جبت كمان ده ب2 جنيه نشادر، تمام، عشان اعمل لكم بسكوت النشادر اهو، النشادر معانا. بالنسبه بقى لريحه الكحك، ادي ريحه الكحك اهي، انا كده كده اوريدي بحط محلب، فانا مش حاطه في ريحه الكحك دي محلب، تمام، عشان انا كده كده بحط المحلب اوريدي. عايزين تعرفوا ريحه الكحك بتتعمل ازاي وايه المكونات بتاعتها، تعالوا كملوا معايا بقى هوريكم بنعملها ازاي، الشكل بتاعها بتتعمل ازاي وتطلع معانا، ودي النتيجه بتاعتها، وما تكتريش منها، حاجه بسيطه جدا، تمام. هنشوف كده مع بعض مكونات ريحه الكحك اللي احنا بنشتريها من بره، لو مش عارفه تجيبيها، عشان في ناس كتير كتير قوي من دول العرب ما بيعرفوش يعني ايه ريحه الكحك. المكونات بتاعتها هي دي اللي موجوده في كل بيت. معايا عود من القرفه، تمام، معايا شويه كم عود اللي هو القرنفل او المسمار، معايا واحده من ينسون النجمه ودي اختياري، معانا كمان نص واحده من جوزه الطيب، لو مش عندك يبقى البديل بتاعها كوبيبه صيني، معلقه كبيره من الكوبيبه الصيني، معايا هنا اهو كام فص من الحبهان، معايا معلقتين من ورق الروري، ومعايا معلقه كبيره من السمسم. كل الحاجات دي هناخدها نطحنها في المطحنه بتاعه الخلاط، تمام، او نضربها في الكبه ناعم خالص، هتتحول معايا البودره اللي هي بتبقى ريحه الكحك، هوريكم شكلها بعد ما اضربها في الكبه. كده شكل ريحه الكحك بتاعتنا. طبعا بناخد حاجه بسيطه، يعني لما نقول نص معلقه يبقى نص معلقه، اما نقول معلقه تبقى معلقه، تمام، على قد الكميات اللي احنا هنعملها، وتقدري تحفظيها عندك في الثلاجه ما تيجي تعملي اي وقت كحك. فظيعه فظيعه فظيعه، عايزه اقول لك انضف من بره بكتير، تمام. هنحطها بقى في كيس ونحفظها في باب الثلاجه لحد ما نيجي نستعمل الحاجه بتاعتنا. عملناها اهي فريش زي ما انتم شايفين، تحفه، ما كلفتناش حاجه، كل حاجه من البيت. ما تزوديش منها عشان ما تمررش معاكي وما تغمقش معاكي العجين، تمام. شكلها كده اهو، والمحلب بيبقى لوحده كده اهو زي ما انتم شايفين، هحط منه لوحده. بس كده، دي كانت المشتريات المهمه جدا النهارده اللي كان لازم اقول لكم عليها واطلع اقول لكم عليها. بالنسبه بقى للادوات، تعالوا اوريكم الادوات اللي انا هستعملها. هتكون من الحاجات المهمه اللي لازم تكون موجوده عندك الميزان، لازم يكون عندك ميزان. طبعا الميزان كان مركون بقاله فتره، هنضفه طبعا واظبطه وهنوزن كل حاجه بالجرامات، تمام. اللي ما عندوش ميزان يا ريت يا جماعه يجيب ميزان، بجد هيفرق معاكي كتير قوي. كمان جبت كيس الحلواني ده، تمام، اللي هو القماش. هنحتاج كمان المعايير دي اللي هي 5 جرام والحاجات الصغيره دي، تمام. هنشتغل الحمد لله السنة دي، هنشتغل في عجان هيسهل علينا كتير قوي. ده بتاع الكحك، ودي هنقطع بيها القرص، ودول هنحتاجهم اهي، دي عشان البوتيفور، وده شكل المشط، ياريت تجيبيه ستانلس عشان ما يصديش معاكي. الواحدة ب15 جنيه الستانلس. المشط ده للبسكوت، وده للبوتيفور، تمام. ودي القطاعة دي هقطع بيها المنين، ودي عشان ناخد بيها المعايير، وده مفرش السيليكون عشان افرش عليه العجينة بتاعتي واعرف اقطعها متساوية. كمان عندي الاشكال اللي هي بتاعت القوالب بتاعت الكحك اهي، تمام، عندي مربع وعندي مدور اهو، كل الحاجات دي طبعا كل ده كنت انا شايلاه، هنضفه بقى قبل ما اشتغل بيه، تمام. وعندي اكياس اللي هو كيس الحلواني اهو، اللي هو بيستعمل مره واحده وبيترمي، اللي هو ده،
بس دي كده كانت الحاجات اللي انا كنت عايزه اشارككم بيها النهارده. اتمنى كده الحلقه بتاعتي تكون عجبتكم وتكون نالت رضاكم. يا جماعه بجد الفيديو ده بيبقى فيه ناس كتير جدا جدا بتبقى مستنيه فيديو زي ده، يا ريت كده بالله عليكم نحط لايك كتير عشان يوصل لاكبر عدد من الناس ويستفيدوا منه وما يفضلوش واقفين على حاجه. يعني من اكتر الحاجات المتعبه ان انت تبقي جهزتي الحاجه وقاعده بتشتغلي وتلاقي نفسك ناقصك كذا وناقصك كذا وناقصك كذا، انما لما بتكتبي كله وتجمعيه في ورقه وتنزلي تشتري بيريح عليكي كتير جدا جدا. فبجد يعني ايه، انشروا الخير ده ان انتوا بجد ما يبقاش في حاجه ناقصه لحد ويبقى في ميزان حسناتكم. واشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وابهار جديد، ولسه الابهار مستمر مع جيجي واللي جاي احلى. والسلام عليكم في فيديو جديد.